صلى الله عليكم سماحة الوالد، وردت أسئلة كثيرة في تحديد الساعات الأولى التي من قدم فيها فكأنما قرب بدنه، فما هو ضابط التفريق في تلك الساعات، وكم مقدار الساعة الواحدة؟ الساعة المراد بها الجزء من الزمان، وليست الساعة الفلكية المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، لا، المراد الجزء من الزمان، وذلك على قولين لأهل العلم، منهم من يرى أنه من بعد صلاة الفجر إلى حضور الإمام، وجزأ على خمسة أجزاء، ومنهم من يرى أنه من طلوع الشمس إلى حضور الإمام، يقسم على 5 أجزاء، الله أعلم. نعم.